حياكم الله أحبتي المشاهدين. بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة القرش الصناعية والمخازن داخل الأحياء السكنية في المدن العراقية، تحديدا في بغداد. يوم بعد يوم بدأت تزداد هذه الظاهرة، مسببة إزعاج للأهالي وأيضا مسببة أضرار بيئية. طبعا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنتعرف على تفاصيل كثيرة أكيد، وبالتالي راح نتعرف على الأضرار اللي تعود بها هذه الظاهرة إذا كانت بغير المكان الصحيح، وليش لا ما تكون لها مدن صناعية خاصة بها. أكيد سنخوض بتفاصيل الحلقة، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة هذا التقرير وراجعي لكم. عشوائية وفوضى منح التراخيص لمحال تجارية وأنشطة اقتصادية مختلفة في أحياء سكنية جديدة في المدينة تتسبب بأزمات مرورية وتلوث بصري في وقت تستمر فيه شكاوى المواطنين، حيث أصبحت منازلهم مقابل أو بجانب إما محطة لغسيل المركبات أو مخزن لخزن المواد الاحتياطية وغيرها، مؤكدين وجود معاناة مستمرة وإقلال للراحة العامة حتى ساعات متأخرة من الليل. وبحسب مختصين السبب هو ضعف الرقابة على المحال التي تفتح دون أي تراخيص في مناطق سكنية تعاني أصلاً من ضيق شوارعها واختناقها بالعمارات. وتبقى خطورة هذه المخازن العشوائية التي لا تتوفر فيها أي مواصفات للأمن والسلامة ولا تطابق أي معايير متعارف عليها، ووجودها في الأحياء السكنية يشكل تهديداً وخطراً وخسارة في الأرواح والممتلكات، حيث أن المسؤولية لا تقع فقط على المالك والمستأجر لهذا المخزن، ولكن تبقى المسؤولية على الجهات المعنية التي يجب أن تبادر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وإيجاد المواقع الآمنة لإقامة المخازن بشتى أنواعها وفق مواصفات عالية الجودة تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية والأمن والسلامة. أحبتي المشاهدين، طبعا بعد ما رجعنا من التقرير، انتشار هذه الورش الصناعية بالأحياء السكنية هي مخالفة للقانون، بالتالي هي تكون وجودها بصورة عشوائية، يعني أي شخص إجا فتح هذه الورشة أو سوى مخزن أو أخذ بيته يعني حولها إلى مخزن، هذه الظاهرة أولا هي مخالفة للقانون، بالتالي هي تشوه منظر المدينة ومنظر المنطقة، أيضا مسببة حوادث كثيرة. احنا شاهدنا بالفترة الأخيرة حوادث كثيرة بسبب التماس الكهرباء، وشاهدنا الحوادث اللي تكون في منطقة الشورجة أيضا، هذه يعني باعتبار أنه هي أكثر منطقة أصبحت هي تعتبر منطقة صناعية. إذا من نجي نحكي ويا صاحب المخزن أو صاحب الورشة أنه ليش ما تكون هناك يعني لك منطقة خاصة أو منطقة صناعية لك، أو يعني ليش تنتقل إلى الحي السكني؟ يقول لك بسبب الضرائب، بسبب الإيجارات المرتفعة، بسبب تفاصيل كثيرة وعديدة يحاول إنه هو يسردها لنا. بالتالي إحنا محتاجين أن تكون هناك توعية لهذه الظاهرة وأصحاب هذه الورش، لأن هي مسببة مخالفة كثيرة للأحياء السكنية، مزعجة للأهالي بسبب إنه هذه الحالة هي حي سكني، بالتالي هناك انبعاثات للغاز من هذه الورش الصناعية، هناك يعني حشرات، هناك نفايات، أيضا تفاصيل كثيرة، هناك أصوات مزعجة أيضا، فمحتاجين أن تكون هناك رؤية واضحة لهذه الحالة. البعض ينتقل إلى هذه الحي السكني بسبب أنه هو يقول لك قرب يعني المخزن للمحل، يعني هذا ما يحتاج أجور نقل من منطقة إلى أخرى، يعني أسباب كثيرة. لكن السؤال اللي يطرح من قبل الكثيرين، هل يسمح القانون العراقي بوجود هذه الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية؟ وما هي الأمور التي تترتب على صاحب المخالفة إذا كانت هي مخالفة للقانون؟ نشوف الجواب وراجع لكم. طبعا موضوع انتشار الورش الصناعية بأكثر من حي سكني خاصة مدينة بغداد، طبعا هو يرجع هذا الموضوع الاقتصادي، بسبب انه حتى ما يكون مثلا ما يصير التزام بإيجار معين، او اذا كان إيجار فانه يكون مثلا بأسعار قليلة. طبعا هذا موضوع جدا خاطئ، بسبب انه يسبب ضوضاء شديدة يعني للمنطقة وللساكنين، يعني تعرفين انه هو البيت هو مرفأ الامان اللي والاطمئنان والهدوء اللي يعني يكون لأصحاب العائلة، بالإضافة إلى أنه المضار البيئية
يعني من ناحية البيئة، إذا كانت أكو ورشة أو عمل أو مثلا تسبب فد يعني أضرار بيئية، طبعا راح تأثر على السكان بهذا الموضوع. المسؤول عن هذا الموضوع هو أمانة بغداد بصراحة، المفروض أنه تفرض فد غرامات أو عقوبات، أو أنه تكون يعني أنه رقابة شديدة على هذا الموضوع، برغم أنه تشوفين أصحابه أنه من الناس اللي مثلا يكونون مستواهم المادي ومحتاجين هذا العمل بصراحة، بس لازم أنه يعني ما يكون أنه مخالف للقانون، فهاي المسؤولية تكون على أمانة بغداد مسؤولية كاملة، من ناحية أنه فتح الورش بنص الأهالي وبنص البيوت السكنية. طبعا أمانة بغداد دائما أنه تكون الحجة أنه راح تفتح مدينة صناعية تكون على أطراف بغداد، هذا اللي تعودنا أنه نسمعه من سنين طويلة، بس للأسف أنه ماكو عمل بهذا الموضوع، ماكو عمل جدي بهذا الموضوع. هو هذا طبعا السبب الرئيسي اللي اضطر الأهالي أنه يفتحون الورش مثلا داخل حديقة بيوتهم أو على رصيف البيت، يعني تعرفين بالنسبة للوضع المادي والوضع الاقتصادي اللي بالبلد. فالمفروض انه تكون في مدن خاصة او اماكن خاصة لهاي الورش، وتكون باسعار مناسبة، يعني بدل هاي المساحات الفارغة اللي باطراف المحافظات اطراف بغداد، لازم تكون انه مدينة صناعية خاصة بهاي الامور. وحتى اذا شكلت لجان من قبل امانة بغداد لجان قانونية، فانه تكون مؤقتة، يعني اسبوع واحد او مثلا اسبوعين، يعني يسوون حملات امانة بغداد على مود تنسد هذه الورش، وبالتالي انه تلقيها فترة ويرجع الحال على ما هو عليه. طبعا احبتي المشاهدين، بالاضافة الى الاضرار النفسية اللي تسببها هذه الظاهرة وهذه الحالة، هناك اضرار بيئية ايضا، بالتالي هناك لاحظ مخازن اصبحت مخازن عملاقة، ليس للمحل فقط، مثلا مخزن للمواد الغذائية، مخزن للمواد الكهربائية، مخزن للكرفانات او السندويش بنات، يعني هذه المخازن العملاقة المفروض تكون لها اماكن خاصة وتكون هي بالاطراف، يعني ما تكون هي متحولة ومنتقلة الى الاحياء السكنية. هذه الأمور وهذه المواد هي تكون سريعة الاشتعال، بالتالي هذه المخازن هي ما مجهزة بأمور السلامة والأمان، ما تكون هي مجهزة وخاصة للخزن تحديدا، مثلا المواد الغذائية هي لها معايير خاصة، لها أمور خاصة للخزن هذه المواد، ليس يعني أن تكون أي مخزن أو أي مكان فارغ نجي أنه نحن نخزن هذه المواد الغذائية بها، بالتالي المواد الكهربائية وغيرها وغيرها إلى آخره. طبعا المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذه الظاهرة أيضا سببت؟ سببت أنه ضغط على يعني الشوارع، يعني إحنا مثلا أنه هذه الشوارع هي مخصصة لسير السيارات الصغيرة، ليس لسير السيارات اللي تكون هي سيارات الحمولة وغيرها من الأمور. هنا أنا أيضا مسببة أنه هي تغلق الشارع، يعني من يجي صاحب المخزن أنه ويا سيارة هذه الحمولة اللي حتى يحاول أنه يفرغ هذه المواد بداخل المخزن وداخل الحي السكني بداخل الفرع، هنا أنا سببت غلق الشوارع، سببت مشاكل أيضا ويا أصحاب المنازل. أيضا تكون هذه المخازن هي معرضة بالإضافة إلى الحوادث، معرضة إلى مخالفات كثيرة، مثلا أي شخص أنه يقدر يدخل هذا المخزن، يعني أصحاب الأحياء السكنية بالتالي يكونون هم يعرفون كل شخص من منطقته، يعني من يدخل شخص غريب يحاولون يعرفوه هذا أنه هو غريب، لكن بوجود هذه المخازن العملاقة والكبيرة بداخل الأحياء السكنية يكون صعب عليهم، يعني أي شخص يقدر يدخل ويخرج من هذا المخزن، بالتالي ممكن يسبب مشاكل أخرى كل الناس هي بغنى عنها. المشكلة الأخرى أنه هذه المخازن أغلبها هي تكون هي مخالفة للقانون، مخالفة للضوابط، أنه ما عندها إجازة أنه هي رسمية حتى أنه هو يفتح مخزن بداخل هذا الحي السكني. البعض آخر تكون هذه المخازن أيضا وهذه السيارات النقل الكبيرة مسببة ضغط على شبكات الصرف الصحي، شبكات الإسفلت يعني الأرضية، يعني هذه تفاصيل كثيرة وعديدة. السؤال اللي يطرح من قبل كثيرين أيضا أنه كيف منحت الموافقة لوجود هذه المخازن الكبيرة؟ ما هي دور الأمانة من هذا الموضوع؟ ما هي الحلول برأيهم حتى نتخلص من هذه الظاهرة؟ نشوف الجواب وراجع لكم. الإجازات لم تمنح للمخازن في شوارع بغداد، في أزقة بغداد، ومنها الأزقة السكنية، ما ممكن السكن يصير مخزن، فتعتبر أغلب هذه المخازن
غير مجازة وفق فوضى كانت سابقا بعد 2003-2005 غاب القانون، فابتعدت أمانة بغداد في 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 عن تطبيقه، وكان المواطن يعني ما بين القوات الأمنية وما بين عمليات بغداد وما بين أمانة بغداد وما بين الجهات السلطات الأخرى تغض النظر عن ترك المتجاوزين في المخازن التجارية في الأحياء السكنية، وما أصبحت الجميع مسؤولة عن عملية تنظيم هذه الفعالية. اليوم أمانة بغداد جادة في موضوع تنظيم فعاليات تجارية خارج العاصمة بغداد أو بحدود الإدارية للعاصمة بغداد، وخلق منافذ للمخازن التجارية والأراضي اللي هي ذات طابع تجاري وطابع خزن أو مواقف للسيارات التبادل التجاري، وعليه محطات التبادل التجاري راح تكون في أطراف بغداد بعد تصفية وتهيئة الطرق المداخل بغداد في مرحلة عام 2023 بعد ما وصى أمين بغداد ومحافظ بغداد بتعليمات دولة رئيس الوزراء أن تكون بغداد أكثر تنظيما فيما يخص مداخلها الخمسة. راح تكون هناك ساحات تبادل تجاري، والحلول في أن نقضي على المخازن التجارية في داخل العاصمة التي تجاوزت عليها منذ سنين طوال. المسؤولية مسؤولية الجميع ونتحملها كأمانة بغداد في عملية تنظيم هذه المسؤولية، لأن أصبحت لا تطاق وجود مخازن تجارية في داخل الأزقة في بغداد من المناطق الحضرية واللي سببت كثير من المشاكل في البنى التحتية والمشبكات الصرف الصحي وإساءة للطرق وللأرصفة والمساحات الخضراء أيضا، مما تسبب انزعاج كبير للمواطن البغدادي على شكاوى كثيرة نسمعها في موضوع المخازن التجارية المغير الموجودة في داخل أزقة بغداد. أحبتي المشاهدين، طبعا أكو نقطة جدا مهمة اللي هي بعض البيوت تحولت هي إلى مخازن بالكامل، والبعض حول الحديقة إلى ورشة صناعية، البعض الآخر حول الطابق الأول هو محل أو ورشة صناعية والطابق الثاني هو مهيئ للسكن. يعني هذه الظاهرة بدأت تتسع يوم بعد يوم. أكو نقطة أيضا أخرى هي المدن أو البيوت أو اللي تكون هي قريبة على الطرق السريعة، هذه تحولت إلى مدن صناعية بالكامل دون ما أكو يعني ضوابط، ماكو رقابة، ماكو يعني أمور حقيقية ومراقبة حقيقية حتى نحد من هذه الظاهرة. أيضا هي سببت هناك أضرار بيئية، بالتالي أضرار هي على السكن وتهدد سلامة السكان، مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه هذه هي مهيئة ويعني بأي حالة إلى يعني الحرائق، انتشار الحشرات، يعني هذه النفايات والأوساخ اللي تفرزها هذه الورش وهذه المخازن. بالتالي هنا نحتاج إلى توعية، نحتاج إلى ملاحظة وملاحقة هؤلاء الأشخاص، هل هناك موافقات رسمية نتابع هذا الموضوع، نحاول أن تكون هناك لهم مدن صناعية خاصة بهم. بالتالي طبعا هذه الحالة ووجود هذه المخازن العلاقة هي تعود بالفائدة للبعض، ويعني مثل ما نقول انه هي نعمة ونقمة. النعمة هي تكون تعود بها الى صاحب المحل او الشركة او صاحب المخزن، وتكون لبعض الزبائن اللي هو يقول لك احسن ما اروح المنطقة الصناعية وبعيدة، تكون هاي الامور تكون قريبة علي. والبعض الآخر لا، النقمة هي تكون على البيئة السكنية. إذن إحنا تكون هناك هذه الظاهرة أضرار بيئية كثيرة، فالسؤال اللي يطرح من قبل الكثيرين أيضا إنه ما هي الأضرار البيئية اللي تفرزها هذه الورش الصناعية، وما هي الحلول حتى نقدر نتخلص منها أو نحد من انتشارها. نشوف الجواب راجعكم. يتم تصميم المدن على ضوء هيكلية أو ماستر بلان، يحدد ضمن هذا الماستر بلان أماكن الورش الصناعية والمناطق الزراعية وأماكن التجارة يعني وأماكن المتنزهات والأماكن السكنية والفنادق، كل هذه تكون ضمن حسابات الماستر بلان أو الهيكلية التي توضع للمدن. مع الأسف أنه عندما تكون الدولة ضعيفة والقرارات
غير قابلة للتنفيذ سيكون هناك تجاوزات. ومن أحد التجاوزات المعروفة هي انتشار الورش الصناعي والمخازن داخل الأحياء السكنية لرخص الإيجار، وكون هذه المناطق مناطق بعيدة عن الرقابة، لهذا يلجأ الناس إلى استخدام هذه المحلات أو الأحياء السكنية كمحلات لاستخدام الورش الصناعية. حقيقة هذه إلى مخاطر كبيرة جدا، منها مخاطر الموضوعية الملحوظة، مثلا ورش النجارة من سواء من الصوت أو من الفضلات اللي تترك من المسامير، وورش الألمنيوم والبلاستيك، كل هذه لها يعني أشياء حادة تترك توضع أمام المحل، أو يكون أثر الإنتاج يعني يتطاير بعض الذرات الغير مرئية، وهذه تؤثر على التنفس، يعني خاصة المناطق اللي بيها ورش ألمنيوم أو ورش كيميائية، هذه كلها تأثر على العين وتأثر على حواس الإنسان. فهذه هي ظاهرة الحقيقة غير صحية، والمفروض عندما تكون الحكومة لها إرادة سياسية يجب أن ترحل هذه الورش إلى أماكن خاصة بها، ويكون لها معالجة مياه اللي تخرج من هذه الورش، وكذلك الشوارع، وتكون يعني التقسيم بحيث تكون الورش الصناعية اللي هي الألمنيوم والمواد البلاستيكية أو اللي تقوم الصناعية واحد، التجارية واحد، الورش توزع. وهذه موجودة، يعني ليست غريبة، هي موجودة من أي مدينة موجودة في العالم، يعني يؤخذ بهذا المنظار. وعلي فهذه الحلول هي بسيطة، هي تطبيق القانون، إنه ترحيل هذه الورش وتوفير أراضي أخرى خاصة ضمن الماستر بلان، ويحدد لها طرق مواصلات وتكون خاصة في هذه المسائل، كما هي مثل الأسواق، عندما تكون الأسواق هناك أسواق الجمعة موجودة، الناس كلها يوم الجمعة تعرف أنه يلجأ إلى هذه المحلات، وهذه الورش يجب أن ترحل من المناطق السكنية لخطورتها سواء الآنية أو الخطورات المستقبلية. عليه ما ممكن يعني السماح لهذه يعني نوع من التجاوزات، لأن هي خطيرة، وسواء من الضوضاء أو من التلوث السمعي أو البصري أو تلوث الهواء أو تلوث المياه، هذه الحبيبات تدخل في المياه وتدخل وتذهب لمناطق زراعية أخرى، هي جملة أضرار الحقيقة. كل هذه الأضرار خطيرة على الإنسان وبالتالي على الحيوان والنبات والدورة الغذائية اللي يأخذ الإنسان. طبعا حبيت المشاهدين، الأحياء الصناعية والمدن الصناعية هي أحد أسس البنى التحتية لأي بلد، هي هذه النقطة جدا مهمة لأي بلد. ليش؟ لأن هذه المنطقة الصناعية وهذه المدينة الصناعية تتركز بها الصناعات بأجمعها، تكون هناك جميع الورش بها، جميع الأمور اللي يحتاجها الشخص والإنسان متكامل بهذه المدينة، اسمها مدينة صناعية، إذن هي تحتوي على كل الصناعات وكل المعامل، بالتالي هنا نسهل على أي شخص أنه موجودة بمثلا التخلص من البطالة، التخلص من الفقر، هنا تقلل الزخم اللي حاصل على مؤسسة الدولة بما يخص التعيينات والمطالبة بالتعيينات، هذه أيضا تشغل الأيادي العاملة بها، يعني أمور كثيرة لو تم الاهتمام بها، لو تم رعايتها وتم يعني العناية بها بصورة صحيحة، لو توفرت بهذه المدن الصناعية كل الأمور والتسهيلات لصاحب العمل وصاحب المخزن، أكيد هو من ذات راح هو ينتقل لهذه المدينة، إذا كانت بأجور بسيطة، إذا كانت بأمور سهلة للانتقال أكيد ما راح يعاني، أكيد راح يكون محب لهذه المبادرة، بالتالي المواطن أيضا راح من يذهب لهذه المدينة الصناعية راح يجد بها كل المستلزمات وكل احتياجاته. إحنا هنا بالعراق نفتقد لهذه الظاهرة، نفتقد لهذه المدن الصناعية لتكون متكاملة. لا، شاهدنا إنه أحياء سكنية تحولت بالكامل إلى مدينة صناعية، مثلا الشورجة هي من منطقة تحولت بالكامل، بالتالي أيضا هناك سكان بها وده السبب ضرر لهم. طبعا حبيت المشاهدين النقطة اللي يجب الركز بها، انه احنا ذكرنا قبل قليل انه التجار دي يحولون المنازل الى مخازن وغيرها، احنا الان نعاني من ازمه سكن، احنا بحاجه لهذه البيوت، بهذه
القطع الفارغة بالأمور الأخرى نحتاج أن تكون تتحول إلى سكنية وتتحول أنه الشخص يستفاد من عندها وليس أن تكون هي مخزن. بالتالي محتاجين رعاية ورقابة جدا مهمة لهذا الموضوع. طبعا الرأي المواطن كان حاضر بحلقتنا لهذا اليوم، كان إلى دور جدا مهم، البعض مع وجودها هذه الورش والبعض الآخر ضد هذه الورش. تعال نشوف شنو أراءهم وشنو قالوا على هذا الموضوع وراجعين. طبعا هي الورش الكبيرة تكون لها مضار سلبية على المنازل، مثل يعني النفايات اللي يرموها أو يعني مثلا السيارات اللي ينقلون بها المواد، راح تكون هاي لها مضار بين المنازل ويعني بين السكان. اما اذا كانت يعني ورش يعني صغيره فهي ايضا راح تقدم فوائد، بس بشرط انه تكون هذه الورش هي صغيره ويعني ما تاذي المجتمع اللي موجوده به. بالضبط هي الورش يعني حتى لو كانت يعني صغيره ف يعني الافضل انه تكون مثلا اماكن مخصصه، مثلا يعني هو شارع يعني للنجارين، او مثلا اذا كان حداديه او شيء فهو يعني بالحي الصناعي. مثلا شلون احنا نشوف مثلا تصليح السيارات كلها متجمع مكان واحد، مثل يعني هذه نفس الظاهره، فاحنا بقيه الورش يعني نتمنى تكون بمكان واحد. اكيد غياب القانون وانتشار شخصيه عندي اعرف بالدوله هذا باح الشغل باح سالفه انه يفتحون مشاريع صناعيه تجاريه غذائيه داخل المناطق اللي بيها سلبيتين كبار. الاولى ازعاج المنطقه بما فيها اصوات النقل، الطرق، الحديد، السيارات، بالاضافه للزحامات. والشغله الثانيه اللي هي مهمه تاثر على الناس الفاتحين بشكل رسمي بخارج المدينه. هذا ابو خارج المدينه من فتح خارج المدينة ويدفع للضريبة ويدفع للبلدية، بس هو الناس ما راح تجي. ليش؟ يقول لك هذا قريب على بيتي فأروح له، فهذاك انضر فصارت عندنا سلبيتين، تأذوا الناس وابو الحي الصناعي الداخل الرسمي هم انضر. فهي يعني شغلة كلش مو يعني مو حضارية، ولازم الدولة تاخذ اجراءات بيها. اوكي حق انه الواحد يقول لك انا اريد اشتغل، اكو هواي شغلات انت مو تشتغل وتبيع اذية الناس، انت مو تشتغل وتأذي شخصين، عمود نفسك وعمود عائلتك، هذا الشيء خطأ، حتى رزقك ما راح يكون حلال ومبارك لان بيها اذيه للمجتمع. فاكيد احنا ننادي الناس اللي يسمعون اللي هي الحكومه، ولو منا الباكر نحكي ما راح يلقون حل لهاي الامور، ولا راح يلقون حل للشباب اللي عاطلين. ولو تلاحظون سبب الفتره الاخيره كانت قبل بيوت بغداد اقل شيء 300 متر، هسه حاليا ابو 300 متر قام يقسمها ياخذ 50 متر يبنيها مجتمع ثلاث طوابق والباقي ياجرها، اما ياجرها مخزن ياجرها فرن، هذا كله ممنوع. لو ترجعون لبيوت الكراده القديمه حتشوفون انه الفرع ببس بيتين، واحد يمنى واحد يسرى، 300 متر الى 600 متر. في حين هسه كم باب تلقى بالمنطقه؟ تلقى 5-6 باب من غير الطوابق، هذا كله سوء تخطيط. انت الدوله اذا ما تخطط صح بعد 10 سنوات وين راح توصل بغداد؟ هي بيها تضخم سكاني كذا مليون، وهسه دا يتكاثرون بعد ودا يجون ناس اكثر ودا يخلفون اكثر ودا يفتحون بالاضافه كل هذا دا يفتحون مشاريع بداخل بغداد، ما راح تتحمل، لا شوارع تتحمل، لا المنتجعات السياحيه تتحمل، لا المنتجعات الاجتماعيه تتحمل، كلها ما راح تتحمل، وبالتالي راح يصير تضخم سكاني بشكل غير مسيطر عليه، وتعرفون التضخم السكاني ومشاكله من حيث الامراض، يعني هسه نحكي كضمن اختصاص الامراض، انت تعرف التضخم السكاني ايش قد يصير به امراض؟ كل الامراض يصير به، العدوى، الفيروس اللي ينتشر بالمناطق اللي بها تضخم سكاني يختلف عن المناطق اللي بها يعني مساحات واسعه، مثلا هسه تقارن الفيروس اذا ينتشر بالصحراء مثل ما ينتشر هنا، ما يصير هنا انتشار كلش هوايه. هاي بحث اخر، هاي منتهين من عندها، انت ماكو شيء، ماكو محل، ماكو محل صناعي تجاري ما بي غازات. ليش؟ مثلا اقل شيء مولده، الحلاق هو اذا شغل مولده هو بعد غاز، ايش حال ما مثلا حداد او ابو الفحم او ابو السمكره، هذول كلهم استخدامهم النار بالدرجه الاساسيه والغاز. فبالتالي انت عندك رجال كبير وعندك طفل، خاص احنا ورا كورونا تغير وضعنا الصحي، كنا قامت الانفلونزا تشلب بينا، القحه تشلب بينا، ليش؟ الكورونا اخذت من عندنا هوايه، فاحنا نحتاج الى بيئه نظيفه. وبدليل هسه وين لقيتونا؟ لقيتونا هنا بمنطقه خضراء، ليش؟ جاي عندنا نلعب رياضه، ليش؟ لان ملينا من حياه المدينه، سيارات، مولدات، كربون، احتراق، كلها ملينا من هاي الحياه. والله يعني حقيقه انه يعني خاصه الورش تصليح السيارات، يعني كانت لها اماكن محدده وبعيده عن المدن. هسه نشوف يعني شغله عشوائيه بين حتى بين البيوت، مو بالمنطقه السكنيه، بين البيوت نشوفها يعني، وهذا الدهن ما دهن ما السيارات، وحتى ياخذون جزء من الرصيف، ياخذون جزء من الشارع، يعني سلبياته هوايه. فانا افضل يعني مو انا افضل وانما النظام انه هاي تصير خارج المدن، زين الحفاظ على البيئه، يعني هوايه شغلات بيها ايجابيه. يعني هي حتى البيوت يعني تحولت الى مصانع، يعني مصانع مال مثلا بيبسي اللي ما نعرف من يصنعوه، يعني تحولت الى هوايه معامل هاي البيوت،
يعني وهاي دور الرقابة يعني أو الأمن الاقتصادي المفروض أنه يتابعوا هاي الشغلة تصير نظامية. يعني إحنا نتأمل أنه نكون مجتمع يعني ضمن قانون ضمن أولويات، يعني المفروض أنه كل هاي تترتب الأمور. إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة جدا. أولا إيجاد أماكن مناسبة لهذه الورش والمخازن ونقلها إلى مدن صناعية تكون مناسبة لها. ثانيا يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين وقرارات لازمة تنظم عمل هذا النوع من الأنشطة، أولا للحفاظ على الإنسان، وثانيا تكون تتمتع هذه المخازن بالسلامة والأمان. ثالثا يجب أن تكون هناك توعية وتثقيف لصاحب المحل أو المخزن وللتاجر نفسه، وحثهم على الابتعاد عن الطرق الغير مشروعة بالتجارة، ويجب أن تكون هذه المخازن لها أماكن مخصصة للحفاظ على بضاعته أيضا وللحفاظ على المواطن. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.